امرأة تشهد أنك امرأة العصور، يا زهرة فاحت، يا زهرة فاحت بها كل العطور. هو الموج يخفو كالحرير، الموج يخفو إذا خطرت، والليل يخجل من بهائك، يخجل إذا مررت. وكل هذا السحر في عينيك يا امرأة، وقف التاريخ ببابها أعواما. من لي بهذا الكون من لغة تصف، تصف الجمال وتوقظ الإلهام. أما النجوم فمن ضيائك، من ضيائك قد بدا وكأنها في مقلتيك، في مقلتيك تحمما. الأرض تشهد أنك امرأة، تشهد أنك امرأة العصور، يا زهرة فاحت، يا زهرة فاحت بها كل العطور. في كل مرة أبحث فيها عنك ولا أجدك، أعرف أنك هنا. وأنا عرفت أنك أنت القادمة، لأن لفرسك حفير لا أتوه عنه أبدا. يا أبي، بجلوسك هنا أوقاتا طويلة تترك الأمر لغير أهله. أنت الملك يا أبي. أجل، أنا الملك وعلى الجميع، لكنك أنت يا كليوباترا، أنت يا ابنتي الملكة علي. يا عازف المزمار، موسيقاك هذه تصدر من مزمارك أم من اتصالك بالسماء؟ موسيقى، إنها الروح، إنها أسرار النفس، إنها امرأة جميلة أحبها ويعذبني بعدها. نعم، إنها لغة الآلهة على الأرض، ولهذا لا ينطق بهذه اللغة إلا القليل من البشر، وأنت منهم يا بطليموس. إنها تطهرنا وتغسل أرواحنا، وكأننا ولدنا من جديد بلا آثام أو ذنوب.
لقد ذكرتني، لقد تأخرت عن حفراتي الصاخبة الماجنة المليئة بالذنوب. عندما أحط رحالي في مدينة الإسكندرية أشعر بسعادة لا تضاهى، وبأنني أصبحت شخصاً آخر. إنها ثمرة حلم الإسكندري الأكبر، والأرض التي كرسها أسلافنا البطالمة لنا لنتمتع بمجدها العظيم حتى نهاية الزمن. عليكم أن تتذكروا ذلك دائماً، وأن تنقلوه إلى أجيالنا القادمة، وأن تطلبوا منهم أن يقدموا أفضل ما لديهم لكي يحافظوا على هذا الإرث العظيم من الضياع. سيدي الفيلسوف ديمتريوس، إنك تتحدث بيننا وكأنك تلقي خطاباً في الساحة العامة، فهل مدينتنا هذه في محنة؟ ليست في محنة حتى الآن، ولكن الأخطار تحيق بها من كل جانب. هل تعني الرومان يا سيدي؟ أجل يا مولاتي الأميرة، إنهم يكبرون دون سيطرة ودون أمل إلا بالعنف. إنهم يعتقدون أن العالم لن يستمر بالبقاء إلا بفضلهم، وإنني أخشى على حلمنا الإغريقي من أن يتفتت عندما يصل حلمهم إلى ذروته. ديمتريوس، أيها الفيلسوف الذي جاء إلينا من أثينا، هل ترى كم السعادة التي تنطق بها الوجوه هنا؟ هذا هو مصدر سعادتي. دون ما سأقوله لك في كتاباتك. قل إن بطليموس الثاني عشر ملك مصر قد نجح في تطهير تاريخ أجداده البطالمة من 300 عام من الكآبة والبؤس والحزن. قل أيضا إنه قد أحب الموسيقى واختار المزمار يعبر به عن مشاعره. هل كتبت يا ديمتريوس؟ أنني أسمع صوتك. ديمتريوس، أين أنت؟ ديمتريوس ليس موجودا بيننا يا مولاي، لقد اعتذر عن الحضور. ماذا تقول؟ لقد دعوته بنفسي، فكيف تجرأ على الرفض؟ ربما كان يفضل ساعات من الكتابة والتأمل على ساعات من اللهو والمرح. أحضره إلي يا هملس. أمرك يا مولاي. ما
مولاي الملك بطليموس يطلب سيدي الفيلسوف ديمتريوس للمثول بين يديه، والقائد هوميناس ينتظره في الخارج. عندما يرسل مولاي الملك القائد هوميناس لاستدعائي فهو جاد فيما يقول. أستأذنكم لتلبية طلب مولاي الملك، ولكنني أعدكم بأنني سأحدثكم في الغد عن مدينة أثينا التي يصفها أحد شعرائنا بأنها أجمل وجه أدارته الدنيا نحو الشمس. شارميون، اصطحبي أرسينوي لتنام بجانب أخيها. سأحاول أن أغفر لك إساءتك هذه يا ديمتريوس. تصرف براحتك، دعك من الشكليات. حاجته الغريزية إلى التعالي يا مولاي تمنعه من التصرف على طريقتنا. لا يا مولاي، أنا أتصرف كما أنا. هيا، حان الوقت لمعاودة الرقص. الإيماءة منك تستوجب الخضوع والطاعة. إنما يجري في قاعة الاحتفالات أمر مشين يا كليوباترا. إنها ذرأبين من دون نهاية. وأني لو أشفق على هذا المسكين ديمتريوس، كم ستكون حالته مزرية هنالك الآن. إنه لا يهدر يا برنيس. كل ما في الأمر أنه يقيم هذه الاحتفالات ليمرح ويشرب ويضحك. وهذا الذي تسمينه هذرا ما هو سوى تعبير عن قلق دفين. كليوباترا، هذا ما يحاول إيهامنا به، لكنه في الحقيقة مصاب بجنون الانغماس في الملذات. ما بالك؟ هل قلت شيئا أزعجك؟ لا أحب طريقتك في الحديث عن أبي. لكنه أبي أيضا، وإن كنت لا ترين في سلوكه هذا هذرا فلكل من الحق أن تسمي الأمور بنفسها بأسلوبها الخاص. طابت ليلتك كليوباترا. اركع ديمتريوس. يا مولاي. اركع قلت لك. ازحف والتقط حبات من العنب بفمك. ازحف.
شيء يقلق مولاتي. قولي لي ما هو. أختي برينيس باتت تخيفني. لماذا يا مولاتي؟ إنها تكره أبي ولا تطيق وجوده. لا أحد يكره أباه يا مولاتي. ربما أنت تفكرين أكثر مما يجب، والوقت لم يعد ملائما للتفكير. سأمر بتحضير حمامك يا مولاتي. ماذا يا مولاي؟ المسلي هنا في أسواق الإسكندرية أن المرأة لا يكون وحيداً أبداً. انظري يا مولاتي، إنه صراع الداكة. كم هو مثير. قف هنا، قف. ماذا تفعلين يا مولاتي؟ أريد أن أشاهد صراع الداكة، أن أنزل وأتمشى بين الناس. ولكنني أخاف عليك يا مولاتي. مما تخافين؟ ليس من عادة الأميرات أن يختلطن بالعامة. هؤلاء ليسوا غرباء عني، إنهم شعب، وليس هنالك ما أخشى. أنا لا أريد أن أكون أميرة في بلاط ملكي. أنا أحب أن أكون أميرة على قلوب كل الناس. أليس كل ما نفعله في الحياة من أجل أن يحبنا الآخرون أكثر؟ لا أظن أن أباك يؤيد أفكارك هذه. لن أدع لأحد أن يملي علي أفكاري ما دمت حيا. المنتصر خذوه إلى القصر وألحقوه بحراس. لحن جميل ومبتكر يا مولاي. كنت دائما أبحث عن سلام الروح في المعابد ولم أجد. وجدته في عزفي بهذا المزمار. أشعر كأن الإله باخس يشاركني العزف. هل لدى مولاي الوقت المناسب ليستمع إلى بعض الأنباء السيئة؟ ابدأ بالنبأ الأسوأ يا هومنس. سيخبرك أحد جواسيسنا القادمين لتوه من روما يا مولاي. ماذا لديك من أنباء أيها الرجل الشريف؟ روما يا مولاي. في روما تثار اليوم من جديد الخطة القديمة التي تهدف إلى ضم المملكة المصرية إلى سلطة روما وجعلها إحدى ولايات الإمبراطورية الرومانية. وأين تثار هذه الخطة؟ في مجلس الشيوخ يا مولاي قام القنصلان كراسوس ويوليوس قيصر بتقديم مشروع قانون يهدف إلى تحقيق هذا الغرض، تحت ذريعة أن سلفكم بطليموس الحادي عشر تنازل عن مملكته للشعب الروماني بعد موته، وهم سيعملون بوصيته. وما كان قرار مجلس الشيوخ؟
لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى قرار حاسم بسبب وقوف القنصل بومبي وصديقه شيشرون ضد هذا المشروع. ولم يعد سرا في روما أن هذين الرجلين لم يتخذا هذا الموقف حبا بكم يا مولاي أو احتراما لاستقلال مصر، إنما ليحرما كراسوس وقيصر من النجاح في مشاريع تكسبهما محبة الجماهير وحماستها، ولكي لا يجني رجال حزبهما المنافس بلدا ثريا مثل مصر. هذا يكفي أيها الرجل الشاب. الرجل الشريف يساوي وزنه ذهبا، خذ هذه مكافأة لك. إنني أحبك يا مولاي، ولكنني أحب مصر أيضا. وأنا أعطيتك هذا المال لتحبها أكثر. اذهب إلى روما لتتابع رصدك للأمور هناك. أرأيت؟ لا راحة لرأس يحمل تاجا. أيها السادة، أيها السادة، أيها السادة، أعرف أنكم مستاؤون ولديكم الكثير من الانتقادات على تصرفات ملكنا بطلموس. إنه بعبثه ومجونه يجعل منا نحن رجال الإغريق أناسا حمقى، ولا نستطيع أن نعيده إلى صوابه. وإن كانت تلك الاحتفالات الماجنة تسبب لبعضكم حرجا أو خجلا، فسأطلب من جلالته إعفاءكم من حضورها. ولكن يا سيدي، ليس لهذا السبب فقط نحن مستاؤون أو قلقون. فملكنا العظيم لم يعد يهتم بشؤون البلاد وما يجري بها. دور يا سيدي في أحياء الإسكندرية فلن تجد سوى الفقر والمعاناة والجوع والقسوة. بات الناس يخافون من بأسنا كما يخافون من الموت أو المرض. ديون أنت تقول أشياء أعرفها جيدا. أعذرني يا سيدي، معرفة المشكلة لا يعني حلها إطلاقا. انتبه لفمك يا ديون، أنكم جميعا لدينا الجرأة على الاعتراف بأننا متورطون في الحالة السيئة التي وصلت إليها هذه البلاد، ولا أحد منا بريء منها. اسمح لي يا سيدي، اسمح لي. تفضلوا أيها السادة. الشقية من تعزفين، لقد أعجبني اللحن كثيرا. إنك تقطع عزفي يا عازف المزمار، ألا تراني منتشية باللحن؟ عفوا عفوا مولاتي، أعتذر. تابعي، قل لي أولا، هل أعجبك عزفي؟ أسعدني كثيرا أن تسرقي أجمل ما في داخلي وهو عشقي للموسيقى. لكن لماذا اخترت العزف على التيبوتي؟ أحس أن التيبوتي الأقرب إلى قلبي ولا أعرف لماذا. كنت أحسب أنك تكرسين نفسك للغات والتاريخ والفلسفة والفلك. كم أود أن أحملك على ظهري كما كنت أفعل في السابق وأخذك إلى حديقة القصر نفتش عن شجرة الموسيقى هناك. أخفض صوتك يا أبي، فأنا لم أعد تلك الطفلة الصغيرة، وربما أتسبب الآن بكسر ظهرك. قال لك إن ظهري لم يكسر، لقد كسر من زمن يا ابنتي، وأنت من سيخفف عنه ما أصابه. لا أستطيع أن أراك إلا كما أنت، ذلك الملك القوي والد كليوباترا. تعلمين يا ابنتي أنه ليس لي في الدنيا غيرك،
يا إلهي، كيف لم ألاحظ من قبل أنك قد بلغت هذا الطول وهذا الجمال؟ مرآك يا كليوباترا أصبح يسر العين. حقا إن الطفل يبقى في نظر الأب طفلا مهما كبر. لك كل العذر يا أبي، فمشاغلك في إدارة شؤون البلاد وما يعرض عليك من مشاكل الشعب يكفيك. اسمحي لي يا ابنتي بالذهاب إلى ديمتريوس صاحب الفضل فيما أنت عليه الآن من العلم والأدب. اذهب يا أبي، فلتحفظك الآلهة على ما أنت عليه. تابعي عزفك يا ابنتي. جهز العربة، سنذهب إلى السرابيوم. وماذا سنفعل في السرابيوم يا مولاتي؟ كفي عن طرح الأسئلة عندما أكون غاضبة يا شارمي. وعندما أقول سنذهب إلى السرابيوم فهذا يعني أن هناك عملا ينتظرني، أفهمتي؟ أمرك يا مولاتي. من هذا الجندي الجديد؟ مصارع من حلبات المصارعة، أمرت الأميرة كليوباترا تدريبي وإلحاقي بحرسها. من أي قوم هو؟ مصري يا سيدي، وفيه سر أنه لا يقهر. لا تنهض يا ديمتريوس، اجلس، قد جئتك كصديق. أما زلت غاضبا مني؟ لا يا مولاي، فقد نسيت الأمر برمته. أما أنا فمن الصعب أن أنسى. كنت أريد ملء حياتي الفارغة بالبهجة والسعادة، لأنني غدا سأموت وأنت ستموت وكلنا سنموت. ألا يحزنك هذا الأمر؟ ولكن يا مولاي، في الحياة ما هو أسوأ من الموت؟ أن تشغل نفسك بالحماقات وتترك للآخرين أن يقرروا مصيرك. وهذا ما جئت أطلب مشورتك فيه يا صديقي. فهؤلاء الرومان يتعقبونني كالكلاب المسعورة. كلما ظننت أن الأمر قد انتهى وأنهم نسوني، يرسلون لي من يذكرني بأن عرشي في خطر وبأن سلفي قد أوصى لهم بالعرش. وحتى لو لم تكن هذه الزريعة موجودة، فهم قادرون على اختلاق ذريعة أخرى ينقضون بها على العرش. وهل حدث أمر طارئ لا أعرفه؟ كلما أرسلوا لي جاسوسا يذكرني بتلك الوصية الملعونة، أكون على موعد مع رسول يفاوضني على الاعتراف بشرعيتي واستقلال مملكتي مقابل مبالغ ضخمة من المال. ولكن هذا سوف يرهق شعبك يا مولاي. أعلم هذا جيدا يا ديمتريوس، وهذا ما يحزنني. لكن ماذا أفعل؟ وليس أمامي سوى خيار واحد،
وأن أكسب رضاهم وأتقي شرورهم. أما دام المرء لا يستطيع دفع البلاء فلا أقل من أن يحتمي من وقوعه. ما دمت قد اتخذت قرارك وانتهيت، جئت تطلب مشورتي في ماذا؟ في أمر آخر يا ديمتريوس. ما هو يا مولاي؟ خلفي بعد موتي ملك مصر القادم. وبمن تفكر يا مولاي؟ أفكر في ابنتي كليوباترا، فقد تعلمت على يديك الفلسفة والتاريخ وكل اللغات في العالم. أجل، وبعدما تعلمت اللغة المصرية زاد هذا من حب المصريين لها. أنا أعرف أنه لم يكن لي ولن يكون لأحد من أبنائي من بعدي السلطة الكاملة على مصر، ولكنني على ثقة من أن ابنتي كليوباترا ستكون قادرة على حكم مصر. حسناً، ولماذا لا تعلن هذه الوصية أمام شعبك؟ خوفاً عليها يا ديمتريوس، لن يتركوها لحظة واحدة تعيش في هدوء. وماذا تنوي أن تفعل يا مولاي؟ سأكتب وصيتي الآن وأتركها لديك إلى أن يحين الأجل يا ديمتريوس. لا أحد يعلم من منا سيموت قبل الآخر يا مولاي. حكما أنت يا ديمتريوس. لماذا أمرت بجلد هذا الرجل يا سيليكيوس؟ لقد أخل بأداب الطعام يا مولاتي، فهو جندي غر، ولقد شوهد وهو يأكل بطريقة همجية لا تليق بالقصر الملكي الذي سيخدم فيه، وهذا جزء من تدريباتنا العسكرية يا مولاتي. إذن أنت تعرف أنه يخصني أيها القائد. أجل يا مولاتي، كنت أعرف. ألم يسبق لك أن رأيت جنديا آخر يأكل بنفس الطريقة التي أكل بها هذا الرجل؟ نعم يا مولاتي، رأيت. وهل عاقبته بالجلد أيضاً؟ لا يا مولاتي، الجلد لا يخضع له الإغريق، يخضع له المصريون فقط، وهذا الرجل مصري. أما إذا كان إغريقياً فعقابه هو الحرمان من الطعام ليوم واحد. أما كان بإمكانك حرمانه من الطعام أسوة بالإغريق؟ أو على الأقل لأنه يخصني. أجل يا مولاتي، أجل، كان هذا هو رأيي في البداية، ولكن الأميرة برنيس هي التي أصرت على جلده. وما علاقة الأميرة برنيس بهذا الأمر؟ كانت في زيارة للمعسكر، ولكنها اشمأزت حينما رأته يأكل بمثل هذه الطريقة الهمجية في وسط الساحة، فأمرت بجلده يا مولاتي. حسنا، ضمّ جراح هذا الرجل وانهي تدريباته في هذا المعسكر وأرسله إلي في الغد. أمرك يا مولاتي. ولا تنسى أن يكون مرتدياً ملابس الجندي النظامية. طبعاً يا مولاتي. هذا ما كنت أتوقعه، لكنني لم أكن أتوقع أن يحدث بهذه السرعة. لا شك أن يوليوس قيصر
بحاجة شديدة إلى المال ولم يجد طريقة للحصول عليه إلا من خزائني العامرة. ما اسم رسول قيصر يا بروتارخوس؟ الروماني كاتو يا مولاي. كاتو، هل تعرفه يا مولاي؟ طبعا أعرفه، فهو رجل بومبي الأول، وبومبي هو الرجل الوحيد في روما الذي لا أريد إغضابه. كاتو بالرغم من أنه لص وماكر ووضيع إلا أنه يتوجب علي أن أعامله باحترام. هذا خطأنا يا مولاي كما يقول ديون. وماذا يقول ديون أيضا؟ يقول بأننا نحن الذين وفرنا لأبناء الإمبراطورية الرومانية الجامحين مكانا ملائما في مصر ليرفعوا منزلتهم ويمارسوا سلطة ما كانوا ليحلموا بها في وطنهم الأم. وهل يقترح ديون أن أطردهم من مصر؟ يقترح على الأقل ألا نبيع أرواحنا لهؤلاء بأقل الأثمان. راقب فمك اللعين، أنت وديون. كنتم تروني ضعيفا أمام الرومان، ذلك من أجل الحفاظ على حريتنا وحماية ثروات كثيرة تجمع هنا وتهدر هناك في روما. وعندما يعرف شعبي هذه الحقيقة فإنه سيتفهم أنني أفعل هذا من أجل أمني ومصلحتي. أبناء قومنا الإغريق يرفضون الخضوع لأي سلطة خارجية عنهم، وهذا حق. أما الرومان فيتعاملون معنا كالثور الهائج، فماذا عسانا نفعل ونحن الطرف الأضعف؟ قل هذا لديون. هل نستطيع أن نقف أمام جيش روما الذي أخضع العالم بعدة آلاف من الجنود تفوح منهم رائحة النبيذ والنساء؟ هل نتعايش مع قدرنا أم ننتحر؟ تكلم يا ديمتريوس. يا مولاي، في طفولتي كنت أعتقد أن أيام سيادتنا على العالم لن تحصى ولن تحد، ولكن بعد ما حدث في سوريا وكان مؤلما بدأت أشعر أن زمن سيادتنا على العالم آخذ بالتناقص. أنا أجهل ما ستؤول إليه الأمور، ولكن الإسكندرية كانت ترافقني دوما بإخلاص كفكرة وجودي. أنا لا أظن أنني أحبها أكثر مما يحبها الملك بطلموس، وكم سأكون ممتنا له إن أجل مصيرها المأساوي المحتوم إلى ما بعد موتي، لأنني لن أكره موتي بقدر ما سأكره رؤية الإغريق وهم يرحلون عنها. فرنيس، لماذا أمرت بجلد الشاب المصري؟ هل أثار قرفك إلى الحد الذي استحق فيه عقوبة الجلد؟ ألأنه عبد مصري؟ ألأنه يخصني؟ تكلمي يا برنيس، تكلمي. لماذا فعلت هذا؟ لي الحق بأن أعرف، فالعبد كان من اختياري. من الأفضل أن تذهبي وتتركيني هادئة يا كليوباترا. إياك أن تقربي ما يخصني بعد الآن، كي لا أندم على التصرف الذي سأقوم به. الأرض
الأرض تشهد أنك امرأة، تشهد أنك امرأة العصور. يا زهرة فاحت، يا زهرة فاحت بها كل العطور. هو الموج يخفو كالحرير، الموج يخفو إذا خطرت، والليل يخجل من بهائك، يخجل إذا مررت. وكل هذا السحر في عينيك يا امرأة، وقف التاريخ ببابها أعواما. من لي بهذا الكون لغة تصف، تصف الجمال وتوقظ الإلهام. أما النجوم فمن ضيائك، من ضيائك قد بدت، وكأنها في مقلتيك، في مقلتيك تحممت. الأرض تشهد أنك امرأة، تشهد أنك امرأة العصور.